السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا باسم سعيد ودي الحلقه الاولى في سلسله سيرفي موبايل. في السلسله دي هنتكلم عن ملحوظات موجزه بشكل سريع بمونتاج قليل وبفيو الموبايل بتاعك. في الحلقه دي هنتكلم عن حكايه المنسوب. ايه هو المنسوب؟ المنسوب هو مقدار ارتفاع او انخفاض نقطه عن رقم معلوم معين، سواء مفترض نسبي او عالمي مطلق. تمام، طب تعالى نفرق ما بين الاثنين. اولا المنسوب المفترض او النسبي، بكل بساطة أنا نزلت موقع صحراء وما فيش منسوب واحد معلوم. هنا هنفترض منسوب نقطة ونسب لها كل النقط اللي هرفعها. في الحالة دي أنا عندي شغلي الخاص بي وانت جنبي، مثلا عندك شغلك الخاص بيك في موقع تاني وافترضت لكن بقيمة مختلفة عني. أنا لقيت الموقع بتاعي مستوي نسبيا فافترضت منسوب الأساس 10، إنما أنت موقعك كان مدرس شوية فافترضت النقطة بتاعتك منسوبها 50 عشان المناسيب متسلبش معك. إذن هنا كل واحد مننا منسب شغله لنقطة مختلفة، وعشان نربط على بعض لازم نعرف فرق المنسوب بين شغلي وشغلك اللي هو هنا 40 50 ناقص 10. تخيل ده بقى على امتداد بلد بأكملها وملايين المشروعات الهندسية. علشان أعمل مشروع تنموي ضخم تخيل أنا هروح أسأل كل شركة أنتوا منسوبكوا إيه، ولازم يكون في نقطة أساس أربط من خلالها وشغلنا كبيرة. ولما تقرر ترفع مسار المشروع المقترح بالكامل وتخيل المجهود بقى والوقت والفلوس اللي هتضيع عشان تتم العملية دي، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مرجع ثابت على مستوى المحلي أو العالمي أقدر من خلاله أربط المشروعات كلها في الدولة ببعض. وساعة ما أحب أعمل مشروع تنموي أقدر بكل سهولة أستعين بشغل الشركات اللي نفذت مشروعات على طول المسار المقترح دون الحاجة اللي أنا أرجع أرفع المسار من البداية. وهنا اسمه منسوب مطلق absolute level. ومثال ذلك في مصر شبكة الإحداثيات الكيلومترية اللي إحداثياتها بحد المنسوب بتوصل لثلاث حدود، يعني توصل من 100 300 200 وساعات بتبقى 1 11. وهنا قامت هيئة المساحة المصرية بإنشاء شبكة إحداثيات بتغطي كامل مساحة الجمهورية عشان تعرف من خلالها تربط المشروعات ببعضها. ولكن فين صفر المنسوب بتاعها؟ هسيبك انت تبحث عن المعلومة دي وتشاركها معنا بالكومنتس قبل ما نتكلم عنها بفيديو تاني ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع كل جديد. تابعنا على صفحتنا على فيسبوك وحسابنا على انستجرام، هتلاقي الروابط تحت في الفيديو. اشوفكم في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.